هل انت مبسوط باللي حصل ده؟ ما تجاوب. انا ما توقعتش برضو، وبعدين مش عارفني ان اسمه شكري ده هيقدم استقالته اصلا ولا هيستقيل. طبعا انت تعرف ليه انت حيالله المدير. ما دام انت مش فاهم ما تسيب اللي فاهم يتصرف. يايا الكلاينت ده مفيش حاجه تتعمل لهم ولا تبعت لهم غير لما ادي عليها ابروفل، فاهم؟ ما تنساش ان انا المدير برضه. بس بس ما تقولش كده تاني. انا ممكن اقدم استقالتي دلوقتي والف ايجنسي تتمناني. انا ممكن اوريك الايميلات اللي مبعوتها لي عشان الناس بس عرفت اني بفكر اسيب الايجنسي دي يا يحيى. كان على عيني يا اخويا يا خالد والله، بس لازم تقدم نوتس قبلها بشهرين. والله طب هغيب مرضي بني ادم من حقها يا عادي. اقول لك على حاجه احلى، حاجه ومش هشتغل، هشغل الواي فاي واقعد اتفرج على افلام وابقى رفدني بقى يا اخي، عشان حتى اقول مديري الراجل رفدني. مش هصعب عليك؟ بتلوي دراعي يعني؟ اه وهقطعها لك عشان بعد كده تبقى تسمع كلامي. انا ما بتدخلش في الكلاينتس بتوعك، من فضلك سيب الكلاينتس بتوعي في حالهم. اللي يريحك. اه طبعا. دلوقتي اللي يريحك بعد ما اللي اسمها ريم دي سمعتك كلمتين في جنابك. انا هتصرف. مالكش دعوه بالكلاينتس بتوعي تاني. مالكش دعوه بالكلاينتس بتوعي تاني. خلاص يا خالد، خلاص اتصرف.